واحد بيقول احد خدام الشباب قال في كنيستنا ان الله سيحاسب الانسان على قدر معرفته. هو طبعا في آية بتقول الذي يعرف اكثر يطالب باكثر، وحكاية معرفة الانسان داخلة طبعا في محاسبة الانسان. واحدة بتقول انا فتاة في المرحلة الجامعية وابي يمنعني من المؤتمرات والخلوات الروحية وحجة انه بيخاف علي. لما انت يا بنت في الجامعة وبتشوفي اولاد وبرضه هيمنعك حتى من الكلية ولا ايه؟ اذا كانت مؤتمرات روحية يعني في رعاية الكنيسة ما فيهاش اي حاجة، يا ريت خلي والدك اشوفه ونتكلم معاه في الموضوع ده. واحد بيقول ما معنى الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة؟ يقصد بالحيوانات الطاهرة التي يمكن ان تقدم ذبائح ومحرقات، وغير الطاهرة لا يمكن ان تقدم ذبائح ولا محرقات، وليها شروط في الكتاب المقدس موجوده.